اهلا وسهلا بيكم في ريفيو جديد من قناة عبد الله رخا. معانا النهارده تيست الموبايل واوي بي 9 لايت. بالنسبه للكاميرا مبدئيا كده الكاميرا بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل مع ال اي دي فلاش واحد. هنبدا على طول مع بعض باختبار الفيديو. معانا النهارده تيست الموبايل واوي بي 9 لايت، هيكون تيست في اختبار الفيديو والفوكس. طبعا اخر جودة في الفيديو في الواوي بي 9 لايت هتكون 1080 زي ما انتم شايفين كده، انتوا تقدروا تحكموا في ثبات الفيديو. ممكن نعمل نختبر الفوكس. يعني اداؤه لحد ما كويس، جودة الفيديو كويسة جدا، والفوكس سريع، مش يعني مقبول. بالنسبة للزوم فهنحاول ان احنا نزوم على حاجة واضحة. تمام كده الزوم كويس جدا الى حد ما، يعني ده كده اخر الزوم اهو، يعني كده اخر الزوم. ارجعه طبعا بتكلم المايك الاساسي بتاع الموبايل، فبرضو ده تيست اختبار الصوت في الفيديو وبس. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، اكيد حاجة بتدعمني جدا، وسبسكرايب لو مكنتش لسه عملت عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية. بالنسبة بقى لاختبار الصور، فدي كذا صورة خدتها بالموبايل. بس دي كانت كل حاجة بالنسبة لكاميرا الواوي بي 9 لايت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية. نشكركم لحسن المتابعة، ولو عاوز تشوف مراجعة كاملة للموبايل فاللينك بتاعها هيظهر في الشاشة فوق الوقت. أشكر كل اللي شاف الفيديو للآخر. كان معكم عبد الله رخا.